كابتن سيد، طقوسكم ايه في رمضان بقى؟ تحبوا لازم تفطروا مع بعض وفي اه طقوس معينة احنا ولا؟ 99% تقريبا يعني ما بنفطرش بره، يعني 99% بنحب نفطر في البيت. ممكن نفطر في الفيوم عند والدتي مرة، ممكن نفطر اغلب الاوقات عندنا، ممكن نخرج مرة في رمضان ولا حاجة، نتعزم مرة مرتين. بس انا يعني بحب افطر قوي في البيت قوي، لان انت حياتك بتبقى سريعه قوي. انت يا دوبك بتفطر، بتصلي المغرب، بتفطر وبعد كده بتصلي المغرب وبعدين بتفطر وبعدين بتيجي على النادي على طول. فاي تغيير في الاحداث دي بيلخبط لك اليوم، أكيد بتتاخر هنا، بتتاخر عن صلاه التراويح، بتتاخر عن التمرين، فده مش لطيف بتواظب بالنسبه لي على خالص. صلاة التراويح في رمضان من الحاجات اللي أنت انا بشوف بتواظب ان عليها؟ رمضان كله يعني زي منحه، يعني انت عارف لما يبقى عندك، ان صح التعبير كده، لما يبقى في فتره عارف عروض، عروض كبيره قوي، فكمان مش هتستغلها تبقى كارثه يعني. كابتن سيد، ده عازم ولا معزوم؟ انا والله انا بحب كده وبحب كده، يعني مو من نوعيه الاكل. اصلا مش اكيل لا مش اكل قوي، ايه انا اللي باكل لكن ما بهتمش قوي قوي انت عامل ايه، يعني عامله ايه معين، عامله ايه بحبه وبكرهه، يعني مش من الناس اللي بتركز في تفاصيل ليها الاكل. شروط او لا لا ليها لا طلبات خالص، لا معينه في خالص. الاكل حتى وانت بتلعب كوره؟ وحتى ولا بلعب، يعني ما كانش فيه برنامج غذائي معين، فيه اكل اكله، لا فيه اكل احنا مكلوش، عصرنا ما كنتش مختلف عن متعب؟ دلوقتي طبعا، عصرنا مختلف خالص عن دلوقتي. دلوقتي ايه المختلف في لا النظام طبعا، الغذائي لا دلوقتي؟ طبعا فيه مهم طبعا جدا. يعني احنا عندنا دكتور عبد الرحمن سعيد، هو دكتور التغذيه، بيحط حتى يعني قبل رمضان بيقعد مع اللعيبه، ناكل ايه، نشرب ايه، يعني امر اختلف يعني تمام. مين اللي لو عزمك في رمضان مش هتقدر ان انت ترفض له العزومة ايا كان عندك ايه هتحضر؟ يعني لو حد عز عليا يعني، وناس كتير عز عليا، ما بحبش اكسفهم يعني. سفرة رمضان ايه المختلف فيها؟ سفرة عن اي اكل تاني في باقي السنة؟ رمضان لمته حلوه، يعني زي ما قلت لك انا تفاصيل الاكل ما بتبقاش يعني هي اللي واخده اهتمامي قوي، لكن سفره لمه رمضان بالنسبه لي حلوه، اللمه نفسها حلوه، اللمه الاسريه، اللمه صحوبيه. هل في رمضان كان في مدرب معين او حاجه بيجبرك على، لو بيجبركم على لا 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 خالص على الفطار الفطار، لا لا بالذات لو لا 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 المباريات او حاجه لا لا مهمه لا قبل الفطار؟ لا 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 عمرها ما حصل، ولا دلوقتي ده عمرها بيحصل؟ ما حصلت، لا عمري دخلت نفسي في حاجه زي كده ابدا ابدا. ما بتتدخلش في يعني هو قادر يديلك اللي انت عايزه في الملعب اوكي، مش قادر هو حر. لا انت لو بتلعب في مصر احنا بنلعب بالليل، يعني 99% دلوقتي الماتشات بالليل، لكن زمان كانت الماتشات بالنهار. عمر ما مدرب قال لنا حاجه زي كده ما فيش ولا على دلوقتي ولا قدام، انا عمر ما حد قال لي كده. بس اداء اللعيبه بيبقى هو قبل الفطار عن بعد الفطار، لو هم لو في حتى احنا بره لا مصر بالتاكيد مثلا. يعني بالتاكيد بتاثر، لكن ماتش سان داونز مثلا ده اللي كان النهائي ده في رمضان يوم 24 رمضان، زي ما قلت لك يعني الجول اللي جبته كنا صايمين. ممكن في ناس بتاخد رخصه، دي حاجه فقهيه انا ما كنت افهمش حد فيها، كان بيستغل لو انا كنت ما تستغل بفهمهاش. رخصة لكن انا السفر بكلمك مثلا؟ حد مدرب قال لي سيد في حياتي، سواء كنت في الناشئين او في الفريق الاول، عمره ما حد قال لي حاجه زي ايه كده. الفرق بين رمضان زمان في الفيوم ورمضان دلوقتي؟ ببساطه ببساطه يعني احنا كنا يعني حتى فوانيس رمضان زمان كنا بنعملها، احنا بنعملها يعني مش بنشتريها. يعني كان في ازازه بيضه بتاعت شربات كده، مش عارف تعرفيها ولا لا؟ والله فكنا نفتحها ونحط شمعه جوه، يعني كانت ببساطه في كل حاجه، يعني الناس مش متكلفه باي حاجه، الناس بتعرف تفرح، بتعرف تبسط نفسها. يعني يمكن ده المختلف اللي دلوقتي. خلى فيه اصلا انت دلوقتي في ناس، في يعني طعم في لرمضان ناس دلوقتي اكتر. عشان تتبسط لازم تجيب لها حاجات كتير مثلا، اوكي؟ لكن زمان الناس كانت بتعرف تبسط نفسها. دورات رمضانيه بقى بتاعت الفيوم كانت ايه اخبارها معاك؟ انت لحقت اصلا كره شراب ولا لا؟ لا 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 خالص. بس انا خلي بالك انا يعني من وانا صغير ما كنتش بشارك في مباريات، في دورات رمضان كتير، يعني ممكن اروح العب ماتش مثلا في دوره رمضانيه، لكن انا مشارك في دوره رمضانيه بعد ما بطلت بقى مع مستوى الصحوبيه الكبار كده. لكن وانا صغير كنت ممكن العب ماتش في رمضان، ممكن العب ماتش في دوره رمضانيه مش يستعونوا بتستنى بيه. رمضان عشان الدورات لا الرمضانية لا لا والكلام ده مش كده كله. ما كنتش كده. في البيت عندكم ليكوا طقوس ان انتوا لا رمضان مع دخلة رمضان نزين البيت ونخلي فيه اجواء اه نحسسنا مراتي برمضان؟ وتسنيم بيعملوا كده، مراتي بتحب كده وتسنيم بتحب كده. رمضان في الكورونا السنة اللي فاتت كان عامل ازاي؟ ايه اللي انت افتقدته في رمضان وقت الكورونا؟ التراويح طبعا، الصلاة في المسجد كانت صعبة شوية، مفيش يعني، كان من الحاجات المؤثرة جدا جدا يعني. تقول لي مين سامحتك في رمضان؟ أقول لأي حد يعني، أي حد يعني تجاوز فيا يعني. يمكن أنا عندي عيب شوية، العيب نفسي يروح من عندي، نفسي لو ليه عشم عند واحد كبير قوي، لو ليه عشم عند واحد كبير قوي وكنت بحبه بجد يعني، وعمل حاجة أنا من وجهة نظري كانت ما ينفعش تحصل معايا، تعاتبه ولا لا؟ ما بعرفش ابص في وشه اصلا،
ما بتعرفوش. ما بعرفش ابص في وشه. طب عادة اللي بيعملوا كده بيدوا كذا فرصة فخلاص انا قفلت. انت بتديش اصلا فرص؟ لا ما بعرفش. ولا في حركات معينة يعني؟ لو انت كان ليك مكان عندي، لو انت كان ليك مكان عندي وشايف ان انت انسان كويس وان انت انسان يعني هايل وكل حاجة، وعملت حاجة انا مش مستنيها، ما بعرفش ابص في وشك تاني خالص. اوت خلاص. ما بعرفش ابص في وشك تاني خلاص. ايه الخير اللي بتحب تعمله في شهر الخير بقى؟ الحاجة اللي انت بتحب تعملها بنفسك؟ اعتقد ان هو كله رمضان فيه يعني فيه كذا طريق وكذا باب للخير. مفيش حاجة معينة شنط رمضان مش بتحب حتى وانت صغير كنت تشارك فيها ان انت بنفسك تبقى موجود؟ بصي انا اشوف ان كل واحد يعني ادرى بحوالين بالناس اللي حواليه. يعني هي محتاجه ايه؟ يعني المسلسل اللي ناوي تتابعه في رمضان؟ اقول لك على حاجه عني، انا في رمضان ما بتابعش اي مسلسل نهائي. انت افلام؟ نهائي، ولا افلام ولا التلفزيون ده يمكن نادر جدا لو في ماتشات بس. لكن بعد رمضان بشوف الحاجه اللي انا ما شفتهاش. يعني مثلا من سنتين الاختيار شفته مثلا بتاع مرتين ثلاثه، حتى لما بتيجي حلقات مجمعه. الحاجات اللي بتاثر فيها زي ما قلت لك، الحاجات التاريخيه او الحاجات اللي فيها قياده وسيره ذاتيه. تمام. يعني بحب قوي ده كان بيعمل ايه وتصرفاته ايه والكلمات والمواقف اللي خاضها. يعني بحسها بتلمسني، يعني بحس ان انا بتشد ليها. فبعد رمضان بيبقى الوقت متاح بالنسبه لي اكتر بكتير، ممكن اشوف حاجه مثلا الناس عجبتها قوي فاتفرج عليها مره تانية. الزحمه بتاعت رمضان بتخليك ان انت مش قادر تشوف ايه كويس، فتسمع الناس الاول بيقولوا ايه كويس وبعدين اتابعه بعد رمضان. اشوف كده. في رمضان فتره الصبح بتبقى فتره سريعه زي ما انت عارفه، وبالليل زي ما قلت لك يا دوبك انا بفطر، بصلي وبفطر وبنزل. فبرجع على الساعه 1 بالليل، يعني الساعه 1 بالليل ولا الساعه 2 بالليل، فالدنيا بتبقى يعني سريعه قوي. يعني مين النجم اللي في الدراما بتحب لو انت عارف ان هو عامل مسلسل ممكن تشوف حلقه حلقتين تشوف الدنيا ايه، يعني تتشد ان انت تتفرج عليه؟ والله في ناس كتير، يعني في ناس كتير، يعني في مسلسلات زي ما قلت لك الاختيار واحد عجبني جدا جدا جدا، شفته كذا مره. اختيار اتنين شفته مرتين مثلا ولا حاجه. مش نجم معين انت المسلسل بيتكلم عن ايه؟ لكن ممكن على مستوى بعد رمضان ولا حاجه، على مستوى السينما ولا حاجه بروح سينما كده.